ما تنسوش الاشتراك في قناة كونتوار ميديكال وتفعلوا الجرس وتدعمونا بشي لايك باش ديما يوصلكم الجديد. كونتوار ميديكال. احنا في فصل الربيع، ها هما التعابين الحيات يخرجوا بعد ما دوزوا الشتا كلها مخبيين. عندهم جوج ديال التجمعات، التجمع الاول قبل بداية فصل الشتاء، وعندهم التجمع الثاني فصل الربيع. هانت دابا الذكر ها هو ضعيف والنتوى غليظة عليه، هانت دابا هي خاطر واحد الهرمون تجبد الذكورة عنده. العدد ديال الذكورة يفوق بكثير عدد ديال الأنثى، تقريبا كل أنثى عندنا 100 ذكر كلهم تتجاذبوا بواحد الهرمون التضخيم. وتبقى هناك منافسة شديدة ما بين الذكور والنتوى، لقاش كل نتوى عليها 100 تجدو تتلاصقوا، هنا تيوقع التزوج. هذه المنافسة والتسابق تيكون شديد، وبالتالي تينتج عليه تعابين صغار اللي تهما تيكونوا شرسين. الذي يظفر وينجح فهو هي اللي تيكون ذكي وتيكون قوي. نعم التعابين كاين ذكي، نعم، شوف انا دابا الانثى في الوسط والذكورة جالسين تتنافسوا. كل ذكر تيحاول يوصل للأنثى، تستعمل القوة ديالو والذكاء ديالو. سبحان الخالق.